فالمهم سلمان المحمدي ما كان يأخذ من بيت المال وهو من تلامذة علي بن أبي طالب، لكنه ليس بهين وإنما هو من الأوصياء، بحيث حتى عندما حضرته الوفاة كان أصبغ بن نباتة عنده سأله قال له يا سلمان من يغسلك إذا دنت وفاتك؟ قال يغسلني من غسل رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت له من غسل رسول الله؟ هو علي عليه السلام، وهذا علي في المدينة ونحن في المدائن. قال له مو شغلك هذه، أكثر من تكليفك يعني. بس قد يستغربون البعض يقولون ليش، يقولون مغالات كبيرة، لا ما بيجي ترى، والله طبيعية ومنهجية قرآنية. وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وتدري هو عرش، مو بشر واحد، عرش مملكة كاملة 5000 كيلومتر بينات المسافة، وسوى خسف بالأرض قبل أن يرتد الطرف خلاه قدامه، وهو عنده علم من للتبعيض. وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الذي عنده علم من الكتاب؟ قال ذلك آصف ابن برخية هو وصي أخي سليمان. قالوا يا رسول الله هذا عنده علم من الكتاب. أكو بعض واحد يقول القرآن عنه ومن عنده علم، ماكو تبعيض كله. قال ذاك أخي علي بن أبي طالب. إذن سهل علي أن يصل، وفعلا جابر بن عبد الله الأنصاري قنبر يرون الحادثة، صلى الفجر بالمدينة والتفت إلينا قال عظم الله لكم الأجر، لقد مات أبو عبد الله بالمدائن، كان يكنى بأبي عبد الله سلمان رضوان الله عليه. يقول والتفت لقنبر قال ضع قدمك على قدمي، فوضعت قدمي على قدم الإمام، حسبت 9 خطوات في العاشرة وإذا نحن بباب سلمان بالمدائن.